Alors, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Labas alaykoum. Nتمنى تكونوا بخير ولا خير. Alors, مرحبا بكم جميعا. في هذه الحصة, إن شاء الله, اللي غتكون حصة هي خاصة بالبشرة. Donc, تبارك الله, حضور كبير. هذا دليل على أنكم كتهتموا بالبشرة ديالكم ولا بغيتوا بالأحرى أنكم تعتنيوا بالبشرة ديالكم. وسيرتو دابا هذا هو الوقت كيفاش نعتني ببشرتي. Donc, فريمون خصنا نردوا البال في هذه الوقيته. دونك غنخليكم مع مدام ناديه. مدام ناديه اي تحمو معايا؟ وي مدموزيل شيماء, السلام عليكم. مرحبا بالحضور الكريم داخل المغرب وخارج المغرب, لان بوز كنكونوا اونلاين, يعني الناس من جميع انحاء العالم كيكونوا مشاركين معنا وضيوف ديالنا اليوم ان شاء الله. كما قالت مدموزيل شيماء, عندنا واحد العرض مع لي برودوي كوزميتيك ديال فوريفر, يعني كيف ما كنعتنيو بالصحه ديالنا كنعتنيو حتى بالجمال ديالنا, وخصوصا هو المرآه ديالنا اللي كيبين الصحه ديالنا. كاينه واحد لاغام سبيسيال وسط هاد لي غام كاملين اللي كاينين ديال لي برودوي فوريفر, كاينه واحد لاغام سبيسيال رائعه. غادي نخليو المناجر المتالقه تبارك الله وسفيره الجمال عند فوريفر المغرب مادموزيل شيماء, اللي غادي تعطينا واحد توضيح مفصل على هاد لاغام بلو, الخصائص ديالها وكيفيه الاستعمال ديالها. تفضلي مادموزيل شيماء. شكرا مدام ناديه, تبارك الله عليك. الوغ سي فري, اليوم غادي نتكلموا على واحد الباقه اللي هي خاصه وهي كتعتبر سي فري سي اون غام, مي كتعتبر من لي سوان سبيسيفيك. كيفاش هاد لي سوان سبيسيفيك؟ سادي انني يمكن ندخل هاد لي برودوي هادو اللي كاينين في هاد الباقه هادي اللي كتشوفوا قدامكم, يمكن لي انني ندخلهم مع اي باقه بغيت, كما انني يمكن لي انني ندخلهم مع دي برودوي اللي كنستعمل بحال ان صابون ولا اون كريم هيدراتونت ولا غيرها. فاليوم غادي نكتشفوهم بيان سور, مي قبل ما غنتكلموا عليها فغنتكلموا على واحد الحاجه اللي هي اساسيه, اللي هو الجلد ديالنا او لا البشره ديالنا. دونك معروف ان الجلد ديالنا هو اكبر عضو من يعني في جسم الانسان. ملي كنقولوا عضو يعني فهو كيتنفس, كيتغذى, كيبغي الماء, كيبغي ليدغاتاسيون, كيبغي التغذيه, كيبغي حمايه ايضا. دونك خاصنا فريمون نهتموا به لان عنده واحد الوظائف حيويه اللي كيقوم بها. فبيان سور الجلد ديالنا اللي كنشوفوا حنا كنشوفوا الطبقه الخارجيه, مي خصنا نعرفوا بانه هو عباره على ثلاثه ديال الطبقات. كاينه الطبقه الخارجيه هي اللي كتكون متعرضه اكثر للعوامل الخارجيه بحال البرد, الصيف, الشتاء, الشمس, الهواء, الغبره, بيتيتر يعني الاشعه وغيرها, سواء حتى الاشعه ديال التليفون ولا ديال البيسي ولا ديال التلفازه, حتى هي كتاثر لي على البشره ديالي. ف الطبقة الثانية هي كتسمى الأدمة, والطبقة الثالثة ما تحت الأدمة, وكل واحدة بيان سور عندها الدور ديالها الخاص. وهاد الأنواع ولا هاد الطبقات ثلاثة بهم خصنا نعرفوا كيفاش نعتنيو بهم. ألوغ كاين واحد المجموعة من الأنواع ديال الجلد بيان سور اللي هما معروفين, كاين أربعة. فبزاف كنسمع انا عندي جلد حساس, عندي نوع ديال كذا, عندي لا, فهذوك ماشي انواع, حنا غادي نطرقوا لهم. من الانواع ديال البشره هما اربعه ديال الانواع, كاين البشره الدهنيه, البشره الجافه, البشره المختلطه هي اللي كتكون في البرد ناشفه وفي الصيف كتكون دهنيه, والبشره العاديه هي اللي كنطمحوا لها كاملين وهي اللي كتكون عندنا قبل كاع ما اننا كنبداو نستعملو, كنبداو نتعرضوا للعوامل الخارجيه اولا نستعملوا دي كريم اولا نديروا شي حاجه في لابو ديالنا اللي كتكون سورتو عند البو بيبي. فبيان سور هاد البشره اكيد من بعد ما كنبدا ما حدي كنزيد كنتقدم في السن ولا ما حدي كنستعملها ولا كنخلط هكا في لي كريم اولا في مجموعات ديال التجميل اولا غيرها, فهنا كنزيد نتعرضوا لبعض المشاكل. من بين المشاكل اللي كاينه واللي هي اكثر شيوعا بيان سور كاينه التجاعيد المبكره او لا مشاكل ديال الجفاف ولا التشقق ديال البشره, مشكل ديال حب الشباب ايضا فهو مشكل, مشكل كذلك ديال الكلاف او لا ديال الهالات السوداء او لا حتى ديال النمش او غيرها. فهذه كلها مشاكل فيمكن لها انها تعالج بيان سور. فاذا بغينا نشوفوا شنو هما العوامل الداخليه اللي كتاثر ليا على البشره ديالي وعلى النضاره والصحه ديال البشره ديالي, اول حاجه فتكلمنا في الاول ان الجلد كيبغي الماء, فمزيان نشربوا الماء كافي. كل ما شربنا الماء في اليوم ديالنا
ونقسموا بيان سور كل ما كتزيد بيان سور راه كيستغلوا ولا كيستافد منه الجسم ديالنا كامل، مي بالاساس حنا اليوم كنتكلموا على البشره. الاكل الصحي ايضا، شحال من واحد كيكون مثلا كياكل شي حاجه اللي هي دهنيه او لا لي فاست فود او لا غيرها، كتلقى مشاكل كيبداو يبانوا بحال مثلا الحبوب او لا الحبشباب او لا البثور او لا غيرها، فهادشي كله كيبدا يبان على البشره ديالنا. الرياضه سبور ايضا والنوم الكافي، فحنا كنعرفوا الا ما نعستيش مزيان فكون متاكد انك كتفيق الصباح كتكون البشره ديالك دابله، البشره ديالك يعني كيكون باين فيها بال وغيرها. فحنا معروف ان الجلد كنقول دائما هو مراه لما هو داخلي الجسم ديالنا، اذا ماذا بنا اننا نعتني به. فالجلد بحاله بحال شي حيط، اذا كان فيه لاميديتي وصبغتو فاكيد العام الجاي غيعاود يخرج فيه. اذا شنو خصني؟ خصني نعالج الاساس، خصني نعالج شي حاجه اللي هي داخليه، وهنا خصني نهتم بالاكل وهذا الشيء اللي تكلمنا عليه. ايضا كاين عوامل خارجيه اللي يمكن لنا نهتموا بالصحه ديال البشره ديالنا، من بينهم التنظيف. فشحال من واحد كيولي انا ما كنغسلش الوجه ديالي، او لا مثلا كنغسل من الحمام للحمام او لا جو سي با، فهاد مازال كاينين وي، مي راه التنظيف ولا الغسيل ديال الوجه ولا النظافه فخاصها تكون يوميا، وهنا كتكون على حسب نوع ديال البشره. مثلا البشره اللي كتكون دهنيه كتحتاج غسيل اكثر، يعني ما قدر من جوج حتى ثلاثه المرات في اليوم. البشره اللي هي ناشفه ربما مره واحده في اليوم فهي كافيه تنظيف. ايضا الترطيب او التغذيه فهي حاجه اللي هي اساسيه من اجل النضاره ديال البشره ديالنا، من اجل اللمعان ديال البشره، ما كتبقاش ديك باهته، كتاخذ كل يعني داكشي اللي بغات. ايضا ما كنطيحش مشاكل ديال البشره من بعد، ولا بروتيكسيون الحمايه فهي حاجه اللي هي ضروريه. فتخيلوا معايا هاد ثلاثه ديال الحويجات اساسيين وضروريين اللي لازم يكونوا شاك جور. و بيان سور هنا كندوز وكنعرف شنو هو النوع، اولا لا غنغسل ان صابون خصني نعرف لو صابون اللي غيجيني مع النوع البشره ديالي. كندهنيه راه ماشي هو لو صابون اللي غنغسل به وانا بشرتي ناشفه، داكوغ؟ دونك هنا خصنا نهتموا اكثر بهاد التفاصيل ديال شنو النوع ديال البشره ديالي وغيرها باش نلقى نتائج اللي هي زوينه وزوينه بزاف. دونك فالان غادي نتكلموا على المنتوجات، مي هاد لي برودوي اللي غنهضروا عليهم هما لا باز مع باز ديال واحد النبته اللي هي لالوي فيرا. بيان سور هاد النبته ديال لالوي فيرا بزاف ديال الناس كيعرفوها مؤخرا، شفتو في الاعوام الاخيره ولات شائعه ولاو الناس كيهضروا عليها بزاف، فبدات الفعاليه والاهميه ديالها فبدات كتدخل في جميع المنتوجات، ميم لي بابيي دابا ولاو كيدخلوا فيهم لالوي فيرا لان عرفوا الاهميه ديالها. دونك حنا اليوم غنهضروا على لالوي فيرا اللي يعني كتستعملها هاد الشركه هذه اللي هي شركه فوريفر ليبين برودكت. بيان سور هذا النوع هذا سميتو الوي بارباديسيس ميلر. هذا النوع عنده بزاف ديال المزايا وبزاف ديال العناصر المغذيه اللي كاينه، كنشوفوا منها المعادن، دي فيتامين، دي مينيرو، مضادات الاكسده، انزيمات ايضا. فاحنا اليوم غادي نهضروا على هذه النبته اللي يعني خصائص اللي كتهم البشره ديالنا ولا الجلد ديالنا. اول حاجه كديرها فهو كترفع المناعه ديال الجلد، داكوغ؟ الوغ كو سوا كان جلد حساس او الجلد ما عندوش مناعه او لا داغي كثر او لا رهيف او غيرها، فكترفع المناعه. حاجه ثانيه كتجدد الخلايا ديال الجلد ديالنا وبيان سور حتى الخلايا الداخليه. حاجه اخرى فهي مرطبه للجلد يعني كتحميه من الجفاف. وعلاش؟ لان النبته ديال لالوي فيرا هي غنيه بالماء، داكوغ؟ الوغ النبته ديال لالوي فيرا بيان سور فيها واحد الماده اللي سميتها ساليسيليك، الوغ هذه الماده هي كتعاون على التقشير ديال البشره ديالنا، وايضا كتحاربنا المشاكل ديال يعني الجلد الميت او لا غيرها، دونك او لا حتى المشاكل ديال ديتاش في الوجه او لا الدهون اللي كتكون عندنا في الوجه ديالنا، دونك كتنقص لنا الدهون اللي كتكون في الوجه. دونك عنده خصائص كثيره بزاف الا جينا نهضروا على لالوي فيرا، فهي بوحدها بيان سور خصها واحد الساعه ديال المكانه اللي نقدروا نفصلوا ونديتايو فيها مزيان. دونك على بركه الله غندخلوا للمنتوجات. فاول منتوج غادي نتكلموا عليه هو هذا الاكسفوليون. الوغ هذا البرودوي هذا هو عباره على غوماج مقشر بالنسبه للوجه. كنشوفوا لي كومبوزون اللي فيه، هو فيه مستخلصات ديال الفواكه اللي مضاد للاكسده، فيه دي فيتامين بحال لا فيتامين ا، لا فيتامين او، لا فيتامين سي،
فيه مستخلص الاناناس الباباي الليمون النواه ديال العنب وايضا زيت الجوجوبا ولا الويفيرا. فنشوفوا هنا الويفيرا بواحد يعني بواحد لا دوز اللي هي طالعه بزاف جميع هذه المنتوجات هذه. فالدور ديالو اكيد انه كيقشر لينا البشره ديال يعني الوجه ديالنا الجلد ديالنا اون جينيرال كيصلح. والجميل هو انه كيصلح لجميع انواع ديال البشره ميم حتى الناس كيكون عندهم مشكل مثلا ديال البشره الحساسه فهو خفيف عليها بزاف لانه غوماج خفيف بزاف ورائع جدا. ايضا كيحيد لنا كذلك المشاكل ديال الزيوت اللي كتكون كتبان كيوحد لنا اللون ديال البشره ديالنا. وايضا كيقدر يدار ما بين جوج حتى ثلاثه ديال المرات في السيمانه كما قلت لانه خفيف بزاف وكيعاون كذلك على تقشير ديال الطبقه. مثلا ممكن يكون كنعالج من مشاكل ديال الحبوب او مشاكل ديال ليطاج ولا الكلف ولا غيرها فكيعاون بزاف بزاف. الوغ ندوزو لو برودوي الثاني اللي هو التونر. التونر معروف الدور ديالو انه كيتوني في لابو ديالنا بيان سور فيه الويفيرا فيه الشاي الابيض الطحالب وايضا مستخلص ديال الخيار وفيه لا فيتامين ك وفيه مستخلص السانفيتون. الوغ غادي نتكلموا على هذا السانفيتون. هو واحد العشبه اسيويه بيان سور هذه الماده هذه ولا هذه العشبه هذه كتدخل تقريبا في جميع المنتوجات اللي غتشوفوهم دابا كاع هاد لا غام بلو داخل فيها هاد العشبه هذه. شنو هو الدور ديالها؟ اولا انتيسيبتيك، ثانيا يعني مضاده للبكتيريا. جميع المشاكل ديال البشره كتعالج بحال مثلا الحبوب او لا غيرها ملي كيكون عندي دي بكتيري في الجلد ديالي او لا، وكترفع المناعه ايضا ديال الجلد وكتعالج الالتهابات ديال الجلد. سواء ديال عندي شي حروق ولا جروح ولا مشكل في البشره ديالي فمهم بزاف هذه الماده وهي كاينه في هذا التونر هذا. الوغ التونر بيان سور الدور ديالو انه كيدار مورا الغسيل يمكن انني نديرو في قطن ديس كوتون وندوزو على الوجه ديالي كيعطي اشراقه كيعطي لمعان كيعطي واحد كيوحد اللون ايضا للبشره وكيعطي واحد الرطوبه للبشره. الدور ديالو ايضا هو انه كيسد المسامات يعني بيان سور ملي كنغسل الوجه ديالي او لما كندير ان غوماج ولا غيرها مزيان مهم بزاف ندير شي لوسيون ولا تونر من موراه لانه كيسد لي هذوك المسامات. حتى الناس اللي كيكون عندهم مشاكل المسامات محلوله بزاف فمهم لهم بزاف بحال هاد لي تونر هادو. ايضا كيرطب البشره بزاف وكيحميها. بيان سور قبل ما غندوزو للمنتوج الاخر فهاد لي دو برودوي بالضبط كاينه سيده من شمال المغرب بيان سور اللي مجرباهم وعندها نتائج زوينه اللي عطاها لو غوماج مع لو تونر. دونك غادي نعطيها الكلمه هي مدام مريم عبيده من مدينه تطوان. دونك تفضل اذا كانت كتسمعني مدام مريم. مدام مريم بيان سور نعطيوها لو ميكو سي بوسيبل. مرحبا. السلام عليكم. وعليكم السلام مدام مريم. اول حاجه بعدا شكرا بزاف مادموزيل شيماء على هاد الفرصه هادي باش نتعرف على التجربه وفرحت النهار هذا حيت معكم مريم عبيده من مدينه تطوان. التجربه ديالي مع التونر ولا ليكوي بصفه عامه ديال الغابه alors je pense madame Mariam madame Mariam معنا شوف غير انا اللي ما كنسمعكش مزيان. madame سعيده عافاك كونفيرمي ليا واش كتسمعي madame Mariam؟ ما كنسمعوهاش ما كنسمعش مدموزيل شيماء ما كنسمعوهاش. داكور madame Mariam حاولي تكلمي دابا. مدام مريم عندك مشكل ديال الكونيكسيون دونك تحاولي تخرجي تعاودي تدخلي نعاود نعطيك الكلمه من بعد ان شاء الله انا غنرجع لك مدام مريم. بارك الله عليك. دونك غادي ندوزو لمنتوج اخر اللي هو لاكتيفاتور. الوغ لاكتيفاتور هي الماء ديال لالويفيرا فيه تقريبا اكثر من 98% ديال لالويفيرا وفيه مستخلص السانفيتون اللي تكلمت عليه اللي هو اونتي باكتيري او ميم طون مضاد للالتهابات وغيرها. فهاد لاكتيفاتور هو يمكن لي انني نستعملوكم ان دي ماكيون بالنسبه للعين او للوجه ديالي. ايضا كنرطب به الوجه ديالي يمكن ايضا انني
نستعمله باش نخلط به مثلا دي ماسك ولا دي بودر ولا غيرها اللي يمكن لي نستعملهم للوجه ديالي. ايضا هو كي تعتبر نقدروا نديروا لكم اختراع، انا جربته فريمون كيعطيني واحد اللمعان العين ديالي وكينقي ليا العين. بيان سور كنعرفوا ان العين كتعرض للغبره، كتعرض لبزاف ديال الامور ملي كنخرجوا للشارع، دونك حتى هي مزيان اننا نتنقى مره مره. فهاد الاكتيفاتور انا صراحه جربته فريمون عطاني نتائج زوينه، صفى لي العين ديالي ونقاها وعطى واحد لابريونس في العين. حاجه اخرى بالنسبه كما قلت يمكن لي نديرو في لي ديس كوتون ونحطو على العين ديالي كيريحها بزاف، حتى في على الكونتور ديال العين. وكذلك يمكن لي انني نستعملو بعد الغسيل الا ما كانش عندي التونر، فهو يمكن لي حتى هو نديرو بلاص التونر كلوسيون او لاكوتونر بالنسبه للوجه ديالي. غادي ندوزو لمنتوج اخر اللي هو الكونتور دي زيو. الوغ معروف ان الكونتور ديال العينين ماشي اي حاجه نقدر نستعملو، ميمكنش نستعملو دا كريم، ميمكنش نستعملو شي حاجه اللي هي يعني ما نقدرش نقربها للعين ديالي، سورتو الا كانوا عندي العين مثلا حساسه او لا عندي فيها مشاكل او لا غيرها. فهاد الكونتور دي زيو اللي فيه لا لويفيرا جوجوبا، فيه مستخلصات ديال الباربا وزهره الحرير، ايضا دود القز والكولاجين، زوين بزاف. حتى لا تيكستور ديالو فريمون واعره، فلو طون اللي كتحطو على يدك فكيجيك واحد الرطوبه بزاف. فكيدير الكونتور هو اونتي سيرم اونتي بوش، الناس اللي كيكون عندهم انتفاخات تحت العين ايضا اونتي يعني سيرم، بالنسبه للناس اللي كيكون عندهم الهالات السوداء الكحوليه تحت العين، حتى هذوك النقط اللي كيكونوا في الدره ديال العين لي غيد بالنسبه للخطوط سواء كانت رقيقه ولا الكبير الغليظه، فمهم بزاف ورائع بزاف في إدغاطي هذيك الدورة. والناس اللي كيكون عندهم مثلا بقع كيكون عندهم حول العينين أو الكحولية تحت العين أو لا في جناب العين أو لا غيرها، فمزيان أنهم يستعملوا الكونتور دي زيو كيعطي فريمون دي ريزولتا اللي هما زوينين. فبالنسبة للأكتيفاتور والكونتور دي زيو أيضا كاين سيدة من مدينة تمارة اللي استعملتهم وعطاوها نتائج زوينة بزاف، فغادي نشوف مدام سعيدة الياسيني تفضل معايا. مرحبا. شكرا مدموزيل شيماء، السلام عليكم جميعا. معكم السيده سعيده الياسيني من مدينه تمارا، متقاعده، السن ديالي 66 سنه. هاد لي برودوي اللي هضرت عليهم مدموزيل شيماء اللي كتهضر عليهم وانا كل طاقه لان كنحمق عليهم كنستعملهم دائما، الحقيقه عطاوني واحد النتائج رائعه. هادوك اللي هضرت عليهم قبل وحتى هادو اللي دابا غنعطيهم عليهم تيمونياج باغ اكزومبل، هاد الكونتور دي زيو كنستعملو دائما كل اللي كنستعملوه من بعد ما كنغسل وجهي، طبعا ما كنمسح عيني من المكياج ولا الوسخ ديال التلوث ديال النهار، كنمسحو بهذا بلاكسيفاتور، وكندير حتى كندير ملي كندير سميتو الكونتور دي زيو كنديرو بالصبيعه دوك البنسر، كنقول حنا البنسر كنديرو في الصباع وكنبقى نديرو بواحد الطريقه دائريه، لان هذا البنسر هو اللي كيكون هو الصبع الخفيف سبحان الله في اليد كامله، هو اللي كيكون شويه الي موا فور على العين بوسكو العين راه الي سونسيبل، كونتور دي زيو لي تري سونسيبل. كنديرو في الحقيقه عطاني واحد النتائج زوينه. علاش؟ لانك انا بحكم السن ديالي وبحكم القرايه الصغار وهذا والبورطابل التلفزيون الضوا وداك الشيء، ولاو عيني عندي ولاو عندي لي بوست تحت عيني، ولاو عندي التجاعيد سورتو اللي كنكمش عيني باش نضحك ولا هذا، وكانوا عندي حتى واحد الحبيبات ما عرفتهمش انا تولالات وشنا الحبيبات فوق عينيا رقاق، يعني بالمرايه شويه اللي كتبين غليظ هو هي اللي كتبينها او اللي شافني شي حد دو بخي اللي كان كيشوفهم. الحمد لله ملي بقيت كنستعمل هاد الكونتور دو زيو ما بقاوش عندي الحمد لله، تحيدوا ودوك لي بوش ما بقاوش عندي ديك الكحوليه تحت العينين، الحمد لله كيبانوا عينيا مرتاحين، ما كيبانش السن، لان كتشوف بزاف كاين باقيين دي جون في كتلقى عندهم هذا المشكل ديال تحت العينين كحال ولي غيد سورتو داك لي سين ديال الضحك وهذا كيكمشوا تحت العين. الحمد لله عطاني نتائج رائعه. وبالنسبه للاكتيفاتور هو كذلك كنستعملو كوم دي ماكيو، قالت ما مدموزيل شيماء كنقطرو حتى في عينيا، كاين اللي غيسمعوا انا كنقول شي حد راه كنقطر اكتيفاتور دي ماكيو كنقطرو في عيني كيتخلع تيقول كويلي نتوما كتغامروا بصحتكم،
با ديتو كنقطرو في عيني انا شنو كان عندي المشكل كان عندي عيني ناشفين وكنت كنقطر يعطيني الطبيبه نقطر افي لي غوت عندي كان عندي اربعه ديال الانواع ديال لي غوت كنقطرهم وكاين تقدر كتقول لي كنجو قسكت ريحيه الحمد لله ملي بقيت كنستعمل هذا لاكسيفاتور لحد الان ما بقيتش كنستعمل لي غوت ديال الطبيب ما بقيتش كنمشي عند الفطالمو على ودات المشكل وعيني الحمد لله مرتاحه ما بقاش عندك المشكل اللي كانوا كيتكوني لما قطرتش دابا الحمد لله بخير وكنقطرو حتى في ودني واحد النهار حرقتني ودني بالليل 12 الليل وكانت ان سامدي ما عنديش فين غنمشي شديتو درتو لودني الحمد لله ماشي طلعت لا ولا صبحت عيني ودني مزيانه يعني لاكتيفاتور عندي بزاف سورتو فيه بواحد النسبه كي قلتيها مدموزيل شيماء بواحد النسبه عاليه 98 90% راه ماشي سهله لولا كلها كلها يعني مزيانه. شكرا لك مدام سعيده شكرا على التجربه ديالك. فغادي ندورو نمروا للمنتوج اخر اللي هو الكريم داي او لا كريم دو جور. الوغ هاد لا كريم هادي بيان سور علاش فيها غير ديال النهار باسكو فيها واحد الدرجه ديال الحمايه ديال تقريبا واحد الاف ديال 20%. فشنو فيها هاد الكريم هادي؟ فيها لالوي فيرا هي الاساس بيان سور فيها مستخلصات ديال بعض الفواكه بحال البطيخ فيها مستخلصات ديال بعض الزهور ايضا كاين فيها لا فيتامين سي لا فيتامين او وفيها طحالب ديال البحر. فريمون الا شميتوا الريحه ديال هاد المنتوجات هادي غتلقاهم بانهم ولا الريحه ديال فقط هاد المستخلصات اللي كاينين هاد المنتوجات اللي كاينه بحال البطيخ بحال بعض الزهور بحال الطحالب بحال دوك كتلقاها فريمون طبيعيه ما فيهاش بارفان ما فيهاش شي حاجه اللي هي مصطنعه دونك كو لي كومبوزون اللي كاينين هنايا بيان سور هاد لا كريم هادي اول حاجه كديرها هو انها كتهيدراتي لابو ومزيانه بوغ لي جون اللي كيكون عندهم مشاكل ديال التجاعيد او التجاعيد المبكره. ايضا فيها واحد النسبه ديال درجه الحمايه وكذلك كتوحد اللون ديال البشره. غير هي حاجه واحده ان لا تيكستور ديالها شويه عاقده داكوغ. الوغ بالنسبه للناس اللي كتكون عندهم لابو غراس مزيان ليهم لانها كتعطي واحد ليفي اللي هو مات يعني كتنشف الوجه وايضا كتخلي لابو ديالك مات ما كيبانش الزيوت ما كيبانش الزهور او لا غيرها في لابو ديالك. ايضا بالنسبه للناس اللي كتكون عندهم لابو سيش فهما حتى هما ما يتحرموش منها لان معروفين بالزربه كيجيهم لي غيد وغيرها. غير هو مزيان انني مثلا ندير معها اون كريم ايدغاتونت اللي غنيدغاتي بها الوجه ديالي بالليل مزيان اولا مثلا ندير واحد شويه ديال الكريم من موراها من قبلها في الصباح مثلا اولا نديرها هي في كريم دو جوغ وبالليل ندير اون كريم ايدغاتونت ديال لابو سيش. دونك هنا كتعطي فريمون دي ريزولتا اللي هما زوينين بزاف. البرودوي اللي نتكلموا عليه هو الماسك بيو سيليلوز. كنشوفوا تبارك الله اون غام اللي هي كامله مكموله بالبوماج بالماسك بالطونر بلا كريم ايدراتونت بغيرها دونك فريمون كامله جدا. فهاد الماسك بيو سيليلوز اول حاجه كنشوفوا فيه كذلك لالوي فيرا الشاي الاخضر واحد العشبه اللي كتسمى كالسناء الحصان وايضا اعشاب بحريه. فهاد البرودوي اول حاجه كيديرها هو ماسك اللي كيوحد لون البشره كيرطب البشره وكيسد المسامات ديال البشره. دونك فاش كنكون كندير دي كوماج بيان سور كنعري لابو ديالي اوتوماتيكمون كيخصني ان ماسك اللي غادي نغطي به لابو. حاجه اخرى كيمنع حتى هو مضاد للتجاعيد وغيرها كيعطي واحد الاشراقه وواحد اللمعان للبشره سورتو ملي كتكون بشره باهته ولا بال ولا ناشفه بزاف. ايضا كيحد من ظهور ديال الاحمرار يعني الناس اللي كتكون عندهم لابو سونسيبل وكيستعملوا شي حاجه وكتحمر لهم الوجه ديالهم بالزربه واللي كان بعد كيقدر يوليو لهم دي طاش يعني بغيون. دونك هذا الماسك رائع بزاف ليهم فاكيد كنصحكم انكم تستعملوا هاد المنتوجات. وبيان سور اللي حاضر معنا وبغي يعرف معلومات اكثر اولا بغي يعرف كيفاش يمكن يحصل على هاد المنتوجات فيتواصل بيان سور مع الشخص اللي عرضوا اليوم. فكنقول لكم شكرا وتبارك الله عليكم. باس لا بارول مدام ناديه ايضا عندها تجربه زوينه بزاف مع هاد لو ماسك بيو سيليلوز غنخلي لها تجربه مدام ناديه تبارك الله عليك. الله يبارك فيك مدموزيل شيماء تبارك الله عليك كان عرض رائع ومتكامل. شكرا لك شكرا مدام ياسيني ومدام مريم. دونك كما قالت مدموزيل شيماء انا عندي تجربه مع الماسك بيو سيليلوز لان هو ديما معايا يعني ما عمره ما خطاني من نهار خرج الحمد لله
ملي كنديرو انا لاحظت واحد الملاحظه يعني مهمه بزاف بانه كيشد البشره كما قالت مدموزيل شيماء بحكم السن يعني كيبقاو كنشوفوا بان البشره ديالنا كتبدا تتراجع لليلاستيسيتي ديالها ولا النضاره ديالها. الحمد لله ملي كندير هذا الماسك كنسترجع النضاره ديال البشره وحاجه مهمه انها كتشد البشره يعني كتولي فحال درتي واحد سوا عند اختصاصيين ديال التجميل. كندير وما كنديروش غير مع لاغام بلو، لاغام بلو درتها كامله، كندير دي غام خرين ولكن ديما الماسك بيوسيليلوز كنديرو. علاش؟ لان كيعطي واحد ليفي ايميديا، كتبان النتيجه ديالو ديك الساعه فاش كديرو، كتبان النضاره، كيعطي المرونه للجلد ديالنا، وكما قلت لكم كيشد البشره ديالنا، كتبان البشره مشدوده وهذوك الخطوط الرقيقه ديال التجاعيد ما كتبقاش تبان. يعني تقريبا كنديرو اون فوا بار سومين ومداومة عليه، يوحد اللون ديال البشره، يعني عطاني واحد النتيجه رائعه ورائعه بزاف. كنديرو ديما مع اي غام ديال فوريفر كيما كانت، مع اي برودوي ديال فوريفر ديما كندير هذا الماسك، وخصوصا الا كانت شي عراضه او لا شي حفله او لا هذا باش كنوجد ليها كندير هذا الماسك بيوسيلولوس. فريمون كتولي بحال داير سوان فيزاج عند اختصاصيين. هذه هي التجربه ديالي تقسمتها معكم وشكرا لكم. شكرا مدموزيل شيماء على العرض الرائع، شكرا للشهادات القيمه، شكرا للحضور الكريم اللي كان مشرفنا اليوم. وكما قالت مدام مدموزيل شيماء اللي عنده شي سؤال او استفسار ما عليه غير يتصل بالسيد اللي عرضوا لهذا العرض وهو غيجاوبوا على جميع الاسئله اللي عنده. شكرا لكم.